السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي. النهاردة إن شاء الله سوف نقوم بشرح درس، وهو إزاي إن أنت تحجب المواقع الإباحية والمواقع الخبيثة. طبعا يا جماعة، دي مشكلة بتواجه كتير من الناس، يعني قد تكون بتتصفح بعض المواقع العادية وتجد فجأة يعني مدرج إعلان يحتوي على بعض المواقع الخبيثة أو بعض المواقع السيئة او الاباحيه. طبعا النهارده ان شاء الله هنشرح ازاي ان انت تحجبها عن الشبكه الخاصه بيك فقط، يعني عن طريق الحاسوب الذي تستخدمه او عن طريق الراوتر بصفه كامله. اي شخص يتصل عن طريق هذا الانترنت الخاص بك. اولا سوف نقوم بشرحها عن اخفائها على جهازك فقط. سوف يعني نستخدم هذا الدي ان اس، يعني عندنا 2 دي ان اس، اوبن دي ان اس فاميلي شيلد او نوروتون دي ان اس. طبعا انا افضل ان انت تستخدم اوبن دي ان اس، لانه يعني شغال منذ فترة يعني كبيرة ويحدث نفسه ولاغي تقريبا كل المواقع الاباحية، يعني دي ان اس جيد جدا. اول حاجة يعني هنلغي على الجهاز الخاص بك فقط، نذهب الى كنترول بانل يعني هكذا، ثم نذهب الى نتورك اند انترنت ونقوم باختيار نتورك اند شيرينج سنتر، والان نذهب الى شينج الادابتر سيتنج ونقوم باختيار الشبكه التي تستخدمها. طبعا انا استخدم الواي فاي، فاذا كنت تستخدم عن طريق الكابل الخاص بك او عن طريق اي خدمه اخرى سوف تقوم بالضغط عليها هكذا، كليك يمين ثم بروبرتيز الاختيار الاخير، ثم نذهب الى انترنت بروتوكول فيرجن 4 ها هي، ثم نضغط على بروبرتيز هكذا، ثم يوز ذا فولوينج دي ان اس سيرفيس ادريسز، عناوين الدي ان اس التاليه. طبعا هذا الدي ان اس سوف اقوم بارفاقه اسفل الفيديو ان شاء الله، نقوم بادراجه هكذا. ونقوم بالضغط على اوكي، يعني هكذا قد تم تفعيل الدي ان اس. اذا كنت تستخدم واي فاي يعني عن طريق شبكة الواي فاي نقوم بفعل نفس الامر، ونقوم بادخال الدي ان اس هذا او هذا، ولكن قلت لك ان هذا افضل يعني عن تجربة شخصية يعني وعن تجارب ناس كثيرة يعني تحدثت عن هذا الدي ان اس تقول انه الافضل. ونقوم بوضعه هنا ايضا ثم اوكي هكذا. والان قد انتهينا من شرح كيفية تفعيل الدي ان اس والغاء المواقع الخبيثة الخاصة بك على حاسوبك فقط، يعني على هذا الجهاز الذي تستخدمه فقط وليس الشبكة كلها. سوف نذهب الان لاخفائها عن الشبكة كاملة. نذهب الى اعدادات الراوتر الخاص بنا، نقوم بادخال 192.168.1.1 192.168.1.1، نقوم بالذهاب إلى هذا الرابط ونقوم بإدخال كلمة اليوزر نيم والباسورد الخاص بي. طبعا غالبا الافتراضي لراوتر تي اي داتا هي ادمن، يعني نقوم بإدخال كلمة ادمن والباسورد طبعا ادمن. قد اذا كنت قمت بتغيير كلمة الباسورد كلمة المرور يمكنك إدخالها على حسب ما قمت بتغييرها. أما إذا هذا الافتراض، أما بالنسبة لراوتر لينك والعديد من الرواتر الأخرى تستخدم كلمة مرور خاصة بك وشفرة معينة يمكنك الاتصال بهم، أو تجربة أدمن غالبا ما تنفع في جميع الرواتر. نضغط الآن على زر لوجن، نذهب إلى باسيك ونذهب الى لان. يعني في بعض يعني اعدادات الراوتر قد تجد الستارت اي بي والاند اي بي غير مكتوم بهذه الاعدادات بها، لذلك سوف اقوم بادراجها ايضا. لذلك يجب ادخال في الاي بي الاول، قد تجد اي بي واحد، يعني قد لا تجد ستارت اي بي، قد تجد اي بي واحد او اي بي 2
تقوم بادراج في الاي بي واحد او ستارت اي بي هذا الاي بي والاند هذا الاي بي، والان نقوم بادخال الدي ان اس الاول الخاص بنا هكذا على الترتيب طبعا، ونقوم بادخال دي ان اس الثاني هكذا، ونقوم بالضغط على سبنت. يخبرنا ان الاعدادات الجديدة سوف تتفعل في حين الحصول على اي بي جديد. يمكنك اعادة تشغيل الراوتر وان تجرب تصفح المواقع الان. يعني انا سوف اقوم باغلاق فقط الانترنت للحصول على عنوان جديد، يعني سوف اقوم باغلاق وتشغيلها هكذا، وبالتالي سوف احصل على اي بي جديد، وسوف اقوم بتجربة هذا، يعني تجربة اي موقع اباحي. يعني هذا على سبيل المثال نقوم بادخال هذا الموقع، يعني من اكثر المواقع انتشارا في مصر، فلو ذهبت الى اكثر المواقع انتشارا ستجد هذا الموقع السيء الخبيث طبعا. وهنا نجد ان الدي ان اس يخبرك ان this domain is blocked due to containing filter. طبعا يمكنك تجربة اي موقع اخر، سوف تجد جميع المواقع يعني اتحجبت ان شاء الله لحماية اسرتك ولحماية اطفالك. طبعا المشكلة دي يا جماعة كانت بتقابلني انا شخصيا، يعني قد تكون تشاهد انمي او تشاهد فيلم وتجد فجأة صفحة يعني منبثقة تحتوي على هذه الاشياء السيئة. لذلك انا انصحك بادخال هذا الدي ان اس، فهي طريقة فعالة جدا بعيدا عن البرامج وبعيدا عن الاشياء التي يعني غير فعالة هذه الايام. وكده اتمنى ان الشرح يعجبكم، وانا كده خلصت ان شاء الله. وطبعا يا جماعة يعني بطلب منكم ان انتوا تتابعونا على القناة الخاصة بينا، يعني تقوم بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب لمتابعة مواضيعنا الحصرية والمتميزة دائما، ومتابعتنا على الفيسبوك لمتابعة كل ما هو جديد واخبارنا الجديدة والمتنوعة والحصرية. وبكده أتمنى إن الشرح يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.